البدايه كتعتبر عنصر اساسي في اي حاجه، وانت دابا مقبل على بدايه الموسم الدراسي الجديد كيتخصك وكيلزم عليك توجد راسك وتساعد مزيان باش دير واحد الانطلاقه. يا سلام، ولا مشيتي حتى بديتي مزيان وشديتي الطريق من الاول والتزمتي وكملتي، فكن اكيد انك غادي ترضي على راسك في نهاية الموسم بفضل النتيجة اللي غادي توصل ليها وتفرح ان شاء الله. ولكن باش دير واحد الانطلاقة واعرة خاصنا نديرو ليها واحد علاش، وتكون عندنا ام بوركوا سيفيزامون غران، حيت راك ما غاديش تبقى ديما متحفز وناشط وباغي تخدم. تقدر دابا تبدا وشوية دير واحد لاشوت، ما تبقى عندك لا موتيفاسيون لا والو، وهذه هي اللي بغيت نوجدك ليها باش الانرجي اللي غادي تبدا بها بغيتها تما غدا وكتزاد حتى لاخر رمق ماشي غدا وكتنقص. كل واحد فيكم يحط اهداف اللي خاصو يوصل ليها في نهايه الموسم، مثلا نفاليدي جميع المواد ديالي، نجيب نقاط مزيانين باش نتقبل في واحد المدرسه، ندير علاقات مع ناس اللي فيتيني او مع الاساتذه، نقرا وفي نفس الوقت كنقلب على شي ستاج باش ملي يجي الصيف نبدا فيه مباشره، نطور الفرنسيه والانجليزيه ديالي، نحيد الحشمه ونتعرف على ناس جداد واللي غادي نستافد منهم، نسيليكسيوني واحد جوج ولا ثلاثه من اللي تيقراو معايا ونبقاو نخدمو اون جروب ويكونوا زوينين، نكون ديما اجور مع لي بروف ديالي وما نخلي حتى شي حاجه تجمع ليا، ونكون ديما واجد ماشي حتى يقرب الامتحان. علاش تنقول لك هذا الشيء؟ ما بغيتكش تدخل تقرا وتكون عادي جدا، جيتي ولا ما جيتيش حتى حد ما مسوق لك وحتى حد ما شافك، لا ما خدامش. خاصك تفرض راسك وتحقق ذاتك وتكون ديما باين وتكون فضولي وكتسول بزاف، تايدونتيفي راسك وتكلاسيه ما بين الاشخاص المتميزين. علاش؟ حيت الا كنتي عادي وساليتي قرايتك وبقيتي عادي وخديتي الدبلوم ديالك وبقيتي عادي، غادي تلقى ناس بزاف اللي فحالك وحتى هما عاديين، وبالتالي انت فاش تزيد عليهم؟ علاش من غادي تبغي تخدم او غير تقبل في شي مدرسه زوينه غادي تبغيهم يهزوك انت؟ فاش تزيد وشنو هذاك المليمتر اللي كديرو انت وما كيديروش الاخرين واللي غادي يخلق منك التميز في الاخير؟ جو بسوت ان بون ديماراج اي ان غران كوراج. I'll see you next time.